كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. نبغيها وتبغيني راه في قلبي وياغنا خداعة ما ربحت والو. بارك الله عليك ومرحبا بك مرة أخرى على كاف 24 تخطيب. الله يبارك فيك، شكرا لك خويا، وأنا دائما فرحان كنكون مع كاف 24 وتبارك الله عليكم ومتبعكم ودائما إلى الأمام. واخا زكريا هضرنا شوية على حبينو. حبينو هي أغنية مغربية بإيقاعات أمازيغية، الحمد لله حققت نسبة مشاهدة كبيرة، 22 مليون مشاهدة في ظرف ما يقارب شهر ونص، هادشي كيفرحني بزاف. وهي باش عجبني الحال، هي أغنية مغربية ماشي ستيل واحد اخر، يعني مغربيه قحه بالوتار وكل شيء، ولقات استحسان الجمهور وهذا هو المطلوب. واللي فرحني اكثر هو شهادات الفنانين الكبار امثال نعمان الحلوم، محمود الادريسي، واللائحه طويله من الفنانين الكبار اللي شادوا هذه الاغنيه، وهذا الشيء كيفرحني بزاف. يا ناس علي هذا يتعسس مجنون بدوك العيون والشوفات بالرجمري، ما نقطعش الياس واخا يضربوني بالقرطاس، بيت هنا ومن هنا حتى نديك لداري. شفنا مؤخرا في السوشيال ميديا التصويره ديالك وعندك واحد التروفي ديال اليوتيوب، هضرنا عليه شويه. هذاك التروفي اللي ملي كيوصل لعدد المشاهدات القناه ديالك 100,000 مشترك تيعطيوه لك. من الحمد لله القناه ديالي دابا تقريبا 250,000 مشترك و22 مليون المشاهده ديال يوتيوب، واكثر يعني تقريبا القناه عندي فيها اكثر من 50 مليون مشاهده. تلقيت هاد التروفي وتهنئه من يوتيوب، هادشي كيفرحني بزاف. والعقبه الجولد، دابا خدينا السيلفر العقبه الجولد ان شاء الله. ان شاء الله. زكريا واش كتامن كذبه ابريل؟ الصراحه شنقول لك، هي واحد الوجوك واحد اللعبه كيديروها معروفه في العالم، ولكن ما كنامنش بها، ما كنبغيش نديرها، لان الكذوب اون جينيرال ماشي شي حاجه اللي مستحبه حنا عندنا العرب. شي كذبه تعرضت لها واثرت فيك؟ شي كذبه تعرضت لها ما كتتحضرش في بالي شي حاجه، ملي كنعيق بها انا كنكون شي كذبه كنبقى انا من داك النوع اللي كيبقى يحكر، ملي كنشوف شي حاجه كنحكر. واخا زكريا واش نشوفك هذا العام في مهرجان موازين؟ ها تشوفوني ان شاء الله في مهرجان موازين يوم 25 يونيو بمنصه مدينه سالعه. ان شاء الله غادي يكون عندي العرض النهائي، يعني ساعه ونص للشو ديالي، غنغني الاغاني كامله اللي حبوها الناس، حب زوين، حبينو، الشكامه، زيد في المزيكا واغاني اخرى، ونقدم لاول مره اغنيه جديده. شنو الجديد المستقبلي ديالك؟ الجديد هو أغنية جديدة سنتيمونتال، هي من كلمة ألحان يونس آدم، هي أغنية راي سنتيمونتال. زكريا شافوه في الراي إيقاعي مع الشكامة، تبغى تلقاوني إن شاء الله في راي سنتيمونتال، أغنية بعنوان ندمانة، هي من توزيع هشام خاتير اللي تعامل مع مجموعة من الفنانة كبار أمثال الدوزي، أيمن السرحاني، مجموعة من الفنانة، ونتمنى إن شاء الله طرقكم تشوفوا أول مرة زكريا في سنتيمونتال. كلمة أخيرة شنو كتوجه للجمهور ديالك عبر كاف 24 تيفي؟ كنبغي نشكر كاع الجمهور اللي كيساندي وشجعني، وتعليقاتكم كلها كتفرحني على كنشوفها في الانستغرام فيسبوك. سمحوا لي ما كنقدرش نجاوب كل شيء، ولكن كنوعدكم انني ان شاء الله نتواصل معكم في دي لايف، وكنقول لكم تسناو الجديد ديالي ندمانه، اغنيه غتعجبكم بزاف ان شاء الله، وتحيه لكاف 24. يا الله معايا زيد في المزيكا، زيد علي فيها، زيد في المزيكا.